مرحبا بكم متابعينا. بعد قرارات الرئيس قيس سعيد الحاسمة في حل البرلمان وتجميد كل النواب ورفع الحصان عليهم والتجميد حتى الشهري والمنح السنوية، أبدى الرئيس قيس سعيد في اتخاذ إجراءات جديدة واللي من شأنها إصلاح الوضع في البلاد التونسية بعد ما عانته من سنوات من السرقة والنهب. لكن العديد من الناس تسألوا علي مخبيته الأيام الجاية وشنية باش يكون مصير حزب النهضة ورئيسه راشد الخنوشي في الأيام الجاية، والسؤال هذا جاوب عليها العديد من المحللين السياسيين في تونس وخارجها. والخطوات الجاية تتمثل في أنه بعد ما عرف الرئيس قيس سعيد العديد من القضايا الفساد المتعلقة براشد الغنوشي وحزب النهضة والعديد من الأحزاب الأخرى بواسطة محكمة المحاسبة اللي استقبل سعيد رئيس محكمة المحاسبة في الأيام الماضية ومدوا بالعديد من ملفات الفساد اللي تكشف عديد من قضايا الفساد في تونس من رجال الأعمال ورؤساء الأحزاب في تونس، وعلى رأسهم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة اللي باش يمضي الرئيس قيس سعيد في قرارات جديدة من شأنها أنها تحل حزب حركة النهضة وتشتت أعضاؤه، وهذا اللي سهل عملية محاسبتهم. وباش يكشف الرئيس قيس سعيد بعد هذا جميع قضايا الفساد اللي تتعلق براشد الغنوشي وحزب النهضة اللي من شأنها أنها تعرضوا لعقوبات اختيرة ومن شأنها تجميد أمواله كل أصوله ووضعه في السجن تحت أحكام قاسية للغاية، وهذه بالطبيعة باش تكون نهاية حزب النهضة اللي حكم تونس المدة أكثر من 10 سنوات. وهذا علاش حتى الرئيس قيس سعيد كل من عنده شبهات فساد تحت الإقامة الجبرية حتى يتسناله تشكيل حكومة جديدة ومن بعد يلتفت لكل قضايا الفساد اللي باش تقلب الوضع في البلاد التونسية رأسا على عقب. إن شاء الله اللي جاي خير على بلادنا تونس، وما تنسيوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.